لا شك ان نظره للمجتمع الغربي سقطت، لا سيما انهم كانوا يروجوا افكار حقوق الانسان. كنا نشوف المشاهد اهلنا تحت الانقاض، نحس انه دنيا ثانيه، يعني بالنهايه ما في حدا باخذ معاه الا عمل. ونحن على درب الانبياء نسير، وقتلونا كما قتلوا انبياء الله، وان شاء الله نلتقي بانبياء الله في الفردوس الاعلى بلا حساب، ونلتقي بالشهداء في حواصل الطير. 7 أكتوبر اعاد توجيه بوصله العالم نحو القضيه الفلسطينيه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. محمد كان عام من دفعة سمو. عبد الله الشيخ سنة ثالثة دفعة سمو. عبد الله الكوفي سنة ثالثة دفعة سمو. حيدر سلطان الشياب طب بشري دفعة شفاء. أنا محمد طرادات سنة ثالثة سمو. محمد بران طشطوش دفعة شفاء سنة ثانية. محمد حراشة دفعة شفاء. أحمد عثمان إبراهيم دفعة شفاء سنة ثانية. كنا نسمع كثير انه المجتمعات اللي هناك فيها مبادئ وقيم واخلاق، صحيح انه ما فيها دين. كنا نسمع يعني كلمه كنا كثير نسمعها، رايت اسلاما بلا مسلمين. ماشي، انت تكتشف انه فيش اسلام وفيش مسلمين وفيش تقيد بالمبادئ وفيش تقيد بالاخلاق، يعني الموضوع بتحسه مبني على ماديه بحته، وانا مصلحتي يعني مجتمعات مصلحيه مصلحجيه. ماشي، يعني وين ما مصلحتي انا موجوده انا بروح معها. فهاي النظره اللي تغيرت، يعني بالاول كنت تشوفهم كناس اخلاقيين وقيميين، بس هسه تغيرت النظره. لا شك ان نظره للمجتمع الغربي سقطت، لا سيما انهم كانوا يروجوا افكار حقوق الانسان وانفضحوا صراحه، يعني في الاف باليوم بيموتوا ولا واحد من المجتمعات الغربيه تدخلت، بالعكس بايدوا المجازر اللي عم بتصير. لسه مقاطع؟ اكيد، بس برأيي انه المقاطعة صار عليها تركيز اكثر من اللازم. اوكي، لازم الكل يقاطع، وانه عشان اصلا مش عشان القضية، بس المفروض نولي اهتمامنا لاشياء اكثر، او نولي اهتمامنا لاشياء اهم. فمثلا انه نولي اهتمامنا للناس اللي بتتوفى وتنقصف، افضل ما انزل مليون ستوري ونشوفها على الواقع انه كله مقاطعة مقاطعة. وغير هيك في نقطة، اذا المقاطعة هي اسلوب ثقافي كويس، بس ما لازم يوصل لدرجة انه نسب على الناس اللي مش مقاطعة. هاي نقطة مهمة، لانه احنا بنشوف كثير ناس ما بتقاطع وصار عليهم اعتداءات لفظية، فهاي نقطة مهمة نركز عليها انه عشان نعكس الاسلوب الثقافي لمجتمعنا. هسا انا مش بس مقاطع، انا مستغني عن الشغلات هاي، يعني محلات المطاعم المشروبات كله فيه له بدائل، حتى لو ما كان فيه له بدائل يعني انا مستغني بالحالتين او مقاطع. يعني هو اقل قليل واحد يقدمه غير الدعم الروحي او الدعاء، هو الدعم الاقتصادي، يعني سواء بجهاد المال او بمقاطعه المنتجات اللي تدعم العدو. يعني انت يا بتعطي المقاومه يا بتعطيش العدو. صراحة يعني أنا رأيت إنه هاي المعركة اللي جرت يعني أحيت روح الأمة، ويعني أعادت التفكير والمنهج تبعنا من أول بجديد. فيعني كانت الناس الآن مشغولة بأمور دنيوية بسيطة، هاي المعركة الآن أكيد يعني أحيت الهمة فينا إن من أول وبجديد بنسدد هدفنا تحت تحرير المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. والله مما لا شك فيه إن الطوفان الأصل، أو ما بديش أحكي مما لا شك فيه، ولكن الأصل إن الطوفان كان له أثر إيجابي قبل كل شيء على عقيدة أي إنسان فينا. وبصراحة أي شخص ما تأثر ولا بأي شكل من الأشكال، سواء أول على الجانب العقدي أو على الجانب الوطني إلى آخره، فيعني هذا منقوص الإنسانية. يا سبحان الله، بتحس بركة الشهيد والشهداء إنها بتعيد ترتيب أولوياتك، بتعيد ترتيب حياتك كلها. بتكتشف إنه يعني كل ركضنا وسعينا بالدنيا مش هو المقصد، المقصد أكبر منك بكثير. وبالنسبة لشو هسا البوصلة تبعتي، شو أولويتي، إنه لازم نعد أنفسنا عشان نشارك إن شاء الله بالمعارك القادمة. صراحة أثر بشكل كبير كبير، تمام. أولا عرفنا
زي ما بنحكي اللي تكشفت الأقنعة تمام، وعرفنا مين الدائم ومين مش الدائم وهذا. وغير ذلك انه المقاطعة تمام، مقاطعة المنتجات عرفنا يعني حتى لو كان اثرها قليل وبسيط تمام، ولكن احنا مش قادرين، مش طالع في ايدنا غير هيك تمام. احنا لغاية الان وما بعد هذه الحرب سوف نستمر بالمقاطعة، ونتذكر انه كل على ايش، على ثغره مرابط. اولا لوين بوجه بوصلتي للاحداث؟ بتوقع يعني لأسمى قضية ممكن إنه الإنسان يوجه بوصلته نحوها، اللي هي القضية الفلسطينية وما يجري في فلسطين. ترتيب الأولويات بعتقد إنه القضية الفلسطينية ثبتت مفهوم راسخ في إنه التغيير يبدأ بنفسك، لاستعادة المقدسات الإسلامية واستعادة وكسر الظلم والحصار عن أهلنا في غزة يبدأ بتغيير النفسي أولا، وإعداد البدني والنفسي والديني بمرتبة أولى. هسه أولويتي حاليا إني جاهد حالي قبل ما جاهد أعدائي تمام. كيف بدك جاهد حالك؟ بجاهد حالي بالعلم، بتقوى علميا ودينيا وأخلاقيا، وبزيد السنن، بحاول ألتزم أكثر من ناحية هاي. يعني هم بلقطان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله بعض الأمور من الأفضل تكون بين الواحد ورب سبحان الله كيف. بس نفس الوقت بما لا شك فيه بعض الطوفان كان موجه للإنسان باتجاه كل شيء بيرضي فيه ربنا. سبحان الله الواحد حس إنه بأي لحظة أو بلاش، لما كنا نشوف المشاهد لأهلنا تحت الأنقاض نحس إنه دنيا فانية، يعني بالنهاية ما في حدا بأخذ معاه إلا عمل. كنا نشوف برضو أطباء أشخاص خلينا نحكي مساوين لنا، طلاب طب الى اخره، عانوا عانوا هذه المعاناه. فحسيت ان انت حرفيا في اشخاص بنفس احلامك ونفس طموحاتك، ولكن بالنهايه سبحان الله كيف الاقدار اخذتهم باتجاه انه ما يقدروا يحققوها بالدنيا، بس هذا هو القدر. طبعا مقاطعه المنتجات الصهيونيه والدعم للشركات او الشركات الأوروبية وما إلى ذلك، اللي كانت يعني اكتشفت وشفنا كثير شركات كانت دائمة للاحتلال وإحنا ما بنعرف تمام. وهذا الإشي تمام، أنا بوجه رسالة للجميع إنه حتى لو انتهت الحرب في غزة تمام، إنه استمر المقاطعة. بس 7 أكتوبر أعاد توجيه بوصلة العالم نحو القضية الفلسطينية، وانه الشعوب الغربيه كانت في سبات عن ما يجري في فلسطين، وانه احداث 7 أكتوبر اعادت توجيههم وخلت الناس تعرف اكثر عن ماهيه القضيه الفلسطينيه، اللي بالتالي ان شاء الله بصب في مصلحه القضيه الفلسطينيه، لزخم اكبر، لاخذ اكبر عدد ممكن من زخم الناس الجماهيري. صراحه الطوفان اثر عليه بشكل كبير، والشيء اللي صار في فلسطين شيء لا احد ممكن ينساه. فترك الأشياء السلبية اللي ممكن تركتها إنه عدم الالتزام بالصلاة، هذا الإشي اللي كنت أنا كثير إنه يعني كان في عندي مشكلة فيه، والحمد لله تحسنت يعني مشكلة الصلاة. ومن العادات الجيدة اللي اكتسبتها آخر فترة كمان معرفة المصادر الغذائية منين تيجي بالضبط، ومين كمان الأفرع اللي بتزرع أو بتعطي أو بالمصاري للكيان الإسرائيلي. وهذا الإشي صراحة لازم نعرف منين بيصير، ولازم نوقفه، ولازم ندعم المنتجات المحلية، هذا أهم إشي. املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين، من لأنات الثكالة إلا رب العالمين.